لدى المواطن العادي. بالنسبة للمشروعات الكبرى، احنا طبعا يعني اكبر مشروع واهم مشروع بالنسبة لنا حاليا هو مشروع قناة السويس الجديد. مشروع قناة السويس الجديد يعتبر نقلة اقتصادية وسياسية واجتماعية في نفس الوقت. سياسية انه هو بيأمن مصر لوجستيا، ان ما بيبقاش في دول تانية تقدر تخلق بديل مقابل لقناة السويس، وفي التالي بيعيد اهتمام مصر كمنطقة محورية في منطقة الشرق الاوسط. اقتصاديا ان احنا بنتكلم في حجم استثمارات، ان تكلفة قناة السويس بنتكلم تقريبا في 12 مليار دولار. حجم الاستثمارات اللي هتكون محيطة بهذه المنطقة، ان في مدن كتيرة هتبني، في انفاق هتبني، في خطوط قطارات هتبني، في مصانع، في مواني هتبني، كل ده هيفتح فرص عمل. بنتكلم في احجام فرص عمل كبيرة. حجم النشاط اللي تم حاليا يعتبر يعني انجاز لم يسبق كناحيه فنيه او كناحيه بنائيه. ان احنا بنتكلم في حفر تقريبا 120 كيلو في اقل من سنه. طبعا ده استدعى تكلفه عاليه، واستدعى ان احنا شاركنا بعض الدول ان هي شاركتنا بكركات كبيره. يعني حسب معلوماتي ان احنا خدنا تقريبا 70% من كركات في العالم. يعني يعتبر انجاز في حد ذاته. تامين المنطقه دي برضو هيبقى مهم، فبالتالي العائد الاقتصادي والاجتماعي ان دي المنطقه القناه السويس هتبقى منطقه جذب سكاني وهتبقى منطقه جذب اقتصادي. حجم المشاركه في المؤتمر الاقتصادي خاصه فيما يتعلق بقناه السويس كان عالي، الدول اللي شاركت باستثمارات كان عالي، الوفود الاقتصاديه اللي مهتمه بالمشاركه في قناه السويس كان عالي جدا. انا حضرت مع احد الوفود خاصه الوفد البريطاني بزياره قناه السويس، يعني كان في اعجاب شديد جدا بقناة السويس. طبعا يعني أنا بنحيي الفريق مميش طبعا على المجهود الكبير جدا، يعني راجل متفاني فيما يتعلق بقناة السويس. طبعا في بعض المشاريع القومية الأخرى اللي بنحب ننوه ليها، زي المثلث الذهبي في منطقة سفاجة وزي الساحل الشمالي. المثلث الذهبي في منطقة سفاجة المعلن عنه أنه هو هيبقى منطقة تنقيب وتوسيع وزراعة خاصة في هذه المنطقة. طبعا سيادة الرئيس ركز أنه قال لك أنا بدل ما أنا بصدر المادة الخام صرف، يبقى لازم المادة دي تبقى شبه مصنعة يا مصنع. فده بالتالي هيستدعي بناء مصانع وبناء مواني تصديرية، وبالتالي هيستدعي إلى استهلاك طاقة عاملة أكبر. نحن برضو عندنا مشكلة قومية، ألا وهي مشكلة البطالة. فبالتالي ده هيستدعي الإيد العاملة، وهيبقى منطقة نفاذ اقتصادي بالنسبة لمنطقة الصعيد. منطقة الصعيد كانت مهملة لفترة كبيرة جدا. فبالتالي هذه المشاريع يعني تعشم الله خير إن هي تبدأ فعليا قريبا. الساحل الشمالي المعلن هي تبقى مناطق سكنية ومناطق سياحية. حال المطلوب ان هي تبقى حاليا نركز على المناطق السياحيه. انا شايف المطلوب ان نركز على المناطق الاقتصاديه اكتر. طبعا اهم حاجه او اهم مشروع في الساحل الشمالي حاليا هو مشروع الطاقه النوويه الموجود في منطقه الضبعه. ده المفروض هيعمل لنا نقله فيما يتعلق بانتاج الطاقه. يعني بدون مقاطعه حضرتك، الحديث عن المشروعات الضخمه مثلا زي محطة الضبعة، يعني ملف قديم جديد، حتى انه احنا نستخدم المخرجات المهمة في سفاجة والقصير، وان احنا ننشئ صناعات البعض ربما يقول انها تستهلك فقط اعلاميا هذه المشروعات، لكن لا نلمس لها تطبيق على ارض الواقع. حتى الان اللي شفنا له تطبيق فعلي وحقيقي هو مشروع قناة السويس. ده صحيح. المليون فدان مش عارفين حصل ايه في المشروع. صحيح. ده هل فعلا في اراده انه يعني هذه المشروعات تثمر وتتم وتتطور، ولا فقط ما زالت يعني عند مستوى الحديث عنها في المنتديات والمؤتمرات المختلفه؟ هقول لحضرتك جمله قالها سياده الرئيس في خطابه الاخراني، ان دلوقتي ان الاداء الحكومي لا يتماشى مع التحديات، وده صحيح. ان احنا دلوقتي وعدنا بمشاريع كبيره قوي في مؤتمر شرم الشيخ، وعندنا نيه او عندنا خطط لمشاريع كبيره جدا، بس في مشكله كبيره جدا الا وهو التنسيق. ان المشاريع دي تتواجد بين عده مؤسسات ووزارات ومصالح حكوميه، الجزء الاكبر بيتم عن طريق القوات المسلحه المصريه. بس هل ينفع ان كل المشاريع تتم بالقوات المسلحه المصريه؟ معناه ان الجانب المدني بقى يروح.
فين دور الجانب المدني؟ في مشكلة ان احنا عندنا ترهل في نظام الحكومة، المفهوم انه القوات المسلحة تشرف على مشروعات كثيرة لكن بتدي من الباطل مشروع قناة السويس طبعا اكفأ جهة تقوم بيها القوات المسلحة. بس لما اجي اتكلم في بناء طرق، بناء محطات طاقة، بناء مستشفى، بناء مدارس، الجانب المدني لازم يشتغل طبعا. تمام. المشكله دلوقتي ان احنا نفتقد لمفهوم اداره المشروعات. مفهوم اداره المشروعات، انا دلوقتي عندي عده مشروعات او عده برامج متداخله مع بعض، ليها تاثير اقتصادي، تاثير اجتماعي، تاثير امني، تاثير بنيه تحتيه، في مشاريع العائد بتاعها في المدى الطويل، في مشاريع في المدى المتوسط، وفي مشاريع العائد بتاعها المفروض يكون في العائد القريب. زي ما حضرتك اتكلمتي على المواطن، المواطن مش حاسس بكل المشاريع دي والانجازات. طبعا ان المشاريع دي مش هيحس بالعائد بتاعها قبل 6 سنين او 7 سنين. ما دام احنا عندنا تجربه سيئه مع مشروع توشكا، كانت كلام عنه ان هو هينقل مصر نقله كبيره، هو كان هينقل مصر، كان فعلا هينقل مصر، بس الاهتمام الاولاني ما فيهوش استمراريه، ما عندناش السستينابيلتي، لان طريقه الاداره بتاعتنا اداره روتينيه. هو كتير بيزوروا مثلا مشروع توشكا انه كان بلوعه للمصروفات وفي نفس الوقت ما حققش اي حاجه، الفساد طغى عليه والاهمال دمره. لو احنا عايزين نتكلم بس مشروع توشكا كمبدا، لا كان مشروع كويس. المشاريع اللي تمت في عهد الجنزوري كانت مشاريع كويسه، يعني القطورات اللي تمت ايام الجنزوري في سيناء ليه اتشالت؟ ليه اتسرقت؟ حتى لو فيها فساد، طب انت بنيت خط قطر ممكن تشتغل بيه، ليه اتشال؟ فهنا الفساد السياسي والفساد الاقتصادي ادى بالسلب. ازاي نضمن انه نفس التجربه ما تتكررش مع المشروعات الجديده اللي بنتكلم عليها؟ الحوكمه واداره المشروعات. حوكمه اللي انا دلوقتي بقى عندي هيكل مراقبه معين يقدر يشوف انا دلوقتي المشروع ده ليه عنده مطلوب منه عده اهداف، حققها ولا ما حققهاش؟ طب حقق جزء، طب الباقي ما حققوش ليه؟ عندي عجز في المصادر يبقى اجيب لك المصادر، عندي عجز في الاداره يبقى اجيب لك كفاءات. تمام. طيب. احنا نفتقد ان دلوقتي ان المشاريع دي بتوكل لبعض الوزارات، بس الوزارات دي غير مؤهله في اداره المشاريع، هي ما عندهاش لا كفاءات اللي فاهمه اداره مشروعات او في تشابك في الصلاحيات. بس حتى اما بندي مشروعات بالامر المباشر، ودعني اتحدث بكل صراحه، مشروع العاصمه الاداريه الجديده، المفترض انه رجل الاعمال الاماراتي محمد العبار كان اسند اليه هذا المشروع ويتعثر، ايضا مشروع المليون وحده سكنيه مع ارابتاك الاماراتيه، وهذه شركات كبرى ورجال اعمال يعني مشهود ليهم بانهم كل المشروعات بتخرج من عندهم كويسه جدا. المشكله مش في رجال الاعمال، هنرجع تاني لمفهوم اداره المشروعات، المشروع بيبقى ليه بداية ونهاية وليه هدف محدد. ما أنا ده اللي أنا أقصده يا دكتور، أنه عندنا مشكلة أنه حتى عندما نسند لجهات موثوقة مش وزارية برضو في مشاكل. إن تعريف الهدف مش واضح. إحنا قلنا عايزين نعمل عاصمة إدارية جديدة، طب هل العاصمة الإدارية الجديدة لازم يبقى فيها أكبر ملاهي في العالم ولازم يبقى فيها أكبر ناطحات سياحية في العالم؟ هل العاصمة الإدارية الجديدة ينفع تبقى 100 كيلو من العاصمة الحالية؟ طيب ده يعني انا بتكلم كنواحي سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، ده محتاج مراجعه. يعني دي كانت مشاكل يعني في المفهوم الاساسي للمبدا اللي انا اكون عندي عاصمه جديده، ده صح 100%، محدش يقدر يخالف عليه، وكل الامم المتحده والجايكا والمؤسسات الدوليه طالبت بذلك، ان القاهره مدينه مكدسه ولن يعني يكون عندها القدره في استيعاب كثافه اكبر، مهما برينا من طرق او كباري. عشان نكون صراحه، احنا حاليا بنتكلم في متوسط 20 مليون مواطن في القاهره، على 2020 هنتعدى 25 مليون مواطن، بنيه تحتيه ايه اللي هتستحمل ده كله؟ فبالتالي لازم نخرج بره حزام القاهره او بره حزام الدلتا. طيب لو انا جبتها 100 كيلو من القاهره ايه اللي هيحصل؟ هتمتد على القاهره زي ما حصل مع مدينه 6 اكتوبر وزي ما حصل مع العبور وزي ما حصل مع شوق، فبالتالي هيبقى عرض او امتداد العاصمه بتاعتك بنتكلم في 120 كيلو، هتديريها ازاي؟ ففي مشاكل في الكونسبت نفسه. وكمان احنا بنتكلم احنا هنجذب انهي فئه من المجتمع؟ هل الفئه الراقيه اللي انا هبقى، فبالتالي انا الراجل لما بنعرض له اللي هو الراجل المستثمر، هو في دماغه ان انت عايز فئه راقيه معينه كومباوندز وبتاع، فانا بتارجت فئه معينه، فكاني ببني كومباوند جديد، لكن مش ده المطلوب. احنا نخرج، المفروض نخرج على الاقل من 300 كيلو بعيد عن القاهره في منطقه خارج الدلتا، يعني بتكلم تحديدا في منطقه البحر الاحمر. تمام. والمفروض ما ادفعش 45 مليار. 45 مليار ده رقم كبير جدا 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 على العاصمة الإدارية، احنا المفروض نتكلم في متوسط من 10-15 مليار. الباقي ده يتعمل بيه مدن تانية. لو انا عايز اعمل مدن سياحية للجذب السياحي زي شرم الشيخ واكبر، ده حاجة تانية. يبقى الكونسبت المفروض يبقى واضح، المفهوم يبقى واضح. تمام. فالمفروض افصل المشروع ده لثلاث اجزاء، جزء يبقى
عاصمة للإدارة، عاصمة للترفيه أو السياحة، عاصمة للاقتصاد بنفس المبلغ مش أكتر. تمام. والتوجيه بقى في الجذب بقى، يعني هعمل السياحة دي في سيناء، هعمل الاقتصاد دي في جنوب البحر الأحمر، هعمل الإدارية دي في متوسط البحر الأحمر ناحية الغردقة أو فوق أو كده. تمام. فيبتدي عملية توزيع اللي احنا عايزين نجذب الكثافة السكانية خارج الدلتا والقاهرة. طيب عملنا المدن دي، وبالتالي نحدث نقلة حقيقية. يعني عملنا المدن دي، عملنا المدن دي ما عملناهاش طرق مواصلات أو قطارات أو منافذ دخول وخروج، إيه اللي هيحصل؟ محدش هيروح. فبالتالي المشاريع لازم مترابطه، عشان كده بنتكلم على مفهوم اداره المشروعات. ممكن يبقى عندك حاجه مشروع هنا ومشروع هنا ومشروع هنا بيهدفوا لحاجات كويسه، بس مش مترابطين مع بعض، مش متناسقين مع بعض. ده دور عده وزارات مش دور وزاره واحده. طيب الرسائل